لخبطوش. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. بصي، انا فرحانه بالقانون او مشروع القانون اللي حضرتك مقدماه جدا في مجلس الشعب. شكرا يا فندم. ممكن حضرتك تكلمينا عنه؟ دلوقتي احنا دلوقتي عشان العنف ضد المرأة، والمرأة دي نص المجتمع وبتنشئ اجيال، والجيل الجديد هو ده اللي احنا عايزينه يطلع بطريقة نفسية سليمة، فلازم نخليه يعيش في عيشة سليمة. انت عارفة حضرتك ان الأسرة الصغيرة هي مجتمع صغير في مجتمع كبير، فاذا ان هذه الظاهرة التي انتشرت الفترة اللي فاتت بإحصائيات من المجلس القومي للمرأة، ان 8 مليون امرأة بتتضرب من زوجها، و86 من الزوجات بيتهانوا ويتضربوا، فده معناه ان هو احنا مش هنقدر نطور المجتمع بالنهضه الجميله اللي هو بتتعمل. سياده الرئيس السيسي بيعمل نهضه انطلاقه 2030 في الصناعه وفي الاقتصاد وفي الاستثمار، فاحنا عايزين نعمل نواه المجتمع اللي هم الجيل الناشئ الجديد طريقه سلم اجتماعي، ويبقى في نفسيه قوية أو شخصية قوية تدير بيها البلد بعد كده. فهذا لا ينفع مع العنف في الأسرة المصرية، لأنها بتشكل جيل غير قادر على أنه يمسك المسيرة بعد كده. دي حقيقة. حضرتك العقوبة اللي حضرتك مقترحها قد إيه؟ مدة لا تزيد عن 3 سنوات، لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنين. عشان مش عشان وبعدين الموضوع مش خناقه بين راجل وست، او انا بميز المراه اكتر من الرجل، لا، هو القانون ده هو مساواه بين الرجل والمراه، استندت على هذا من الماده 11 من الدستور اللي يكفل للمراه المساواه بين الرجل والمراه في جميع المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن ووجوب الدولة حماية جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهذا عنف داخل الأسرة المصرية اللي هي نواة المجتمع اللي هي أهم حاجة في الدنيا. طب اسمحي يا فندم أضيف حاجة بعد إذن حضرتك، لأنك عارفة أن المرأة المصرية ست طيبة جدا وحنينة جدا، وممكن تنفعل في الأول وتتأثر وتقدم بلاغ، لكن عند التنفيذ جوزها يصعب عليها وتقول لك الولاد وهو المعيل الأسرة ولبلبلهات. فعلا هو ده اللي بيحصل في الطبقات اللي هي الغير متعلمة. لازم في قانون في حق الدولة بقى، ان مش بالمصالحة الموضوع يخلص. فهماني يا فندم؟ لا، في انا اعرف حالة عملت لجوز، يعني عملت محضر عدم تعدي عليها. ايوه، يعني عشان تضمن حقها ان هو ما يلمسهاش. انت متخيلة حضرتك؟ طبعا. طب انا متخيله. انا حضرتك بيجي لي حالات من دي كتير، انا عضو في المجلس القومي للمرأة، وبنشوف مهازل والنسب اللي المجلس عاملها، ده نسب عاملها من خلال الحالات اللي شافها وتابعها، اعتقد النسب اكتر من كده بكتير. شكرا بكتير. استاذه امل النائب في البرلمان على مشروع القانون اللي بتقدميه، ودايما نصيره للمرأة. شكرا ليكي.